ضيفنا اليوم لاعب طموح، حلمه الكبير انه يرفع علم بلاده عاليا في البطولات الرياضيه الدوليه. الاراده سر النجاح. الرياضه او الحركه جزء اساسي من حياتي. اللي انا وصلت له انت تقدر توصل له. لمع نجمك ووصلك للمنتخب. اني اركز على القوه اكثر من التكنولوجيا. خليفه ينظر للمستقبل. ابطال الامارات الخميس الساعه 9 مساءً.